لاجل اصابه الاراضي لمده 6 شهور. بالظبط كده. وافتكر معلش في 3 مليون ليس مركزك الفضل كان ساعتها. انا لما حاطط كده بس في مال العقار ما لسه مستر احمد. احنا كده هنعمل ايه في اقساط العملاء؟ هنأجلها ولا هنعمل ايه؟ تمام، اكتبوا لي كل اللي اتكلمنا فيه النهارده ده وانا هراجع لوحدي بالليل على مهلي كده. فهميني بقى ازاي راجل متجوز؟ الحاجات دي ما فيهاش ازاي يا ماما. يا بنتي هسيبك وراح اقعد شويه عند اختك، ارجع الاقيكي بتقولي الكلام العبيط ده؟ يا حبيبتي المفروض ان انا سايبه واحده عاقله وكبيره، يعني مش مفروض ان انا اقلق عليكي. ما هو يا ماما علشان انا عاقله وكبيره للاسف مشاعري واضحه جدا بالنسبه لي، عشان عاقله وكبيره مش بدور على العريس المرسوم اللي عنده شقه ولا وظيفه ولا ما سبقلوش الجواز. انا مشاعري هي اللي سايقاني، مش شويه احلام عبيطه وتركيبات شبه بعض. ايه الكلام الفارغ ده؟ ماله بس كلام يا ماما، وانا بكلمك زي ما بكلمك على طول. طب ومراته؟ انت ازاي تعملي كده يا فريده؟ انتوا ازاي بقيتوا كده؟ بقينا ازاي بس؟ يعني لو باباكي كان رحب بواحده تانيه عليا كنت انت ساعتها هتحسي بيه؟ ها؟ بلاش، الراجل اللي انت بتقولي بتحبيه ده لو زهق منك ورحب بواحده عليكي وانت لسه مش متجوزاه هتحسي بإيه؟ انتوا ليه بتعملوا في بعض كده؟ ما كل واحدة فيكوا تبص في ورقتها بقى. هو ورقتي؟ لا مش ورقتك وما يخصكيش، مش بتاعك. لو ما يخصنيش ربنا ما كانش حطينا في طريق بعض. الموضوع ده مش هيكمل. ليه؟ عشان متجوز؟ بتقوليها عادي كده كأنه السبب كافي انك تختفي من حياته؟ انا زبطت حياته وهو فرق بحياتي، بعدين انا ما قربتش منها ومش هقرب. بس صدقيني مع الوقت هي مش هتبقى موجوده، انا اللي هبقى موجوده، وده مش هيبقى قراري بس هيحصل مع الوقت. هيحصل ليه بقى؟ عايزاني اوقف مشاعر وعلاقه محققه سعاده لينا احنا الاتنين؟ ما هو لو مش انا هتبقى واحده غيري. هو مش مبسوط. مش هتكملوا مع بعض. ما تعشميش نفسك بحاجه مش بتاعتك. مش بتاعتك يا فريدة. لا بتاعتي. دي ولا دي؟ أي حاجة، أنا ميت من الجوع على فكرة. مصطفى، مصطفى حبيبي، مش احنا متفقين ان احنا النهارده نازلين ديت مع بعض؟ يعني بقى ايه؟ لا تتعصب ولا تسربعني. طب احنا رايحين فين؟ رايحين بقى حته مطعم في ايطاليان شيف بيعمل ايطاليان فود. حوار ايطاليان شيف؟ ما انا بعمل احلى مكرونه بالريد صوص. انت بتعملي فرح لما انا بعملها ريد صوص؟ ايه قلتها غلط؟ لا انت تمام يا حبيبي تمام. طيب ايه جنى نمت؟ اه جنى نمت، بس ممكن تروح تطمن عليها لحد ما اخلص. ماشي بس انزل الاقيكي جاهزه. طبعا. اه طيب يعني اروح مستشفى ولا اعمل ايه؟ لا وديني البيت. هروح البيت ازاي وانت عامل كده؟ في دواء انا باخده عشان الازمه دي. دواء ايه يا مصطفى؟ انت عمرك ما جالك ازمه. داليا عشان خاطري ما تخلينيش اتكلم كتير، لما بتكلم بتوجع. طب انا ممكن افهم ايه اللي حصل؟ يعني ليه اول ما دخلنا الريستورانت تعبت؟ ما انت كنت كويس. اه اسفه انا مروحه حالي.